السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم بدي أحكي موضوع كتير بسيط، بتمنى تسمعوني للآخر. كتير ناس بيطلبوا مني دعم تقريبا بشكل يومي، دعم لقنواتهم، وطبعا أنا بقول لهم كلمة بيعرفوها الشباب أكيد، دائما بقول لهم إذا قناتك فيها محتوى كتير مهم ومتعوب عليه بدعمك تكرم عيونك، سواء بمصاري أو بدون مصاري، المهم بيكون محتوى متعوب عليه وحلو كتير. من يومين اتصل فيني شاب سوري هو وزوجته بدهم دعم لقناتهم، طبعا قلت لهم نفس الكلمة، إذا عندكم محتوى متعوب عليه ومهم أنا بدعمكم. المهم فت على قناتهم، طلعت قناة خاصة بالطبخ فيها ما يقارب 200 مقطع أكلات بتاخد المناظر بتشهي، تصوروا ما محققين لحد هلأ ساعات المشاهدة، يعني 4000 ساعة مشاهدة ما محققينها لهلأ. ناقشت زوج الأخت اللي هي صاحبة القناة، قال لي يا أخي أنا ما بقبل تطلع مرتي، أو هي حتى متدينة محترمة جدا ما بتقبل تطلع بشكلها قدام الناس، لأنه هي من بيئة محافظة وكذا وإلهم عاداتهم تقاليدهم ملتزمين وإلى آخره. فقال لي والله لو تطلع هي تقبل تطلع وأنا أقبل تطلع زوجتي على الملأ، كان ما بعازل الدعم ولا بعازل دعمي أنا ولا لدعم غيري. فأنا بتمنى منكم، يعني هلا انا بطلب منكم مقطع تشوفوا، بس اذا يعني بتحبوا الخير شوفوا لها 5 مقاطع، وانا بالنسبه لي والله اذا كان عندي وقت ممكن شوف لها كل المقاطع، لانه هي طلبه بس تحقق شروط ساعات المشاهده، يعني بس انه واحد يشغل الموبايل ويتركه على طرف خلاص بيكون مشي الحال. تمام. هذا الشيء اذا بتتذكروا لما قناتك انسرقت عزيز، تذكر قلت لكم لو تشغلوا المقطع وتتركوه على طرف بس يحقق الشروط، وفعلا كنتوا كفوا وعملتوا هذا الشيء، وقناه عزيز باقل يمكن من اسبوعين مشي حال الحمد لله. الله يعافيك، انا بالنيابه عنه. فانا بتمنى تدعموا هاي الانسانه، لانه اولا بنت بلدكم، وثانيا انسانه محترمه هي وجوزها، يعني وناس فقراء وبسطاء، بتمنى تدعموها من كل قلبكم. إذا ما اشتركتوا، أنا بتمنى طبعاً تشتركوا، إذا ما اشتركتوا على القليلة فوتوا على الرابط اللي رح حطه بالوصف وشوفوا له الأخير، مدته 3 دقائق 5 دقائق، يعني ما رح يأكل من وقتكم كتير، واللي بيحب فعلاً الخير وبيحب يساعده يشوف أكثر من مقطع. وشكراً كتير لكم، وإذا بيحبوا الشباب يحكوا شيء، أنا حيطن وجاهة هنا زعامة، يعني حيطن هيك مشان نحن ما بنحكي شيء، حكيت كفاية. بس نحن اللي بيحب كمان طبخ البيت، في عاد كتير بتحتار ايش تطبخ، فاحضروا الفيديو والله شيء بياخذ العقل وخذوا منه اطباق وطبخوا، بتاخذ العقل، حلويات واكلات بالضبط، وشيء بسيط وشكله رائع. يعني ايه انا كنت احكي ما خلاني شيء احكي. تفضل. والله استاذ وسيم كلامه كفى ووفى، يعني لا اذا بدك تقول لا ما ضل شيء، يعني تمام خلاص، يعني نتوكل على الله ونقول بلشوا دعم. فانا بتمنى منكم انه تدعموها لانه بتستاهل، قناتها كتير متعوب عليها، وما مطلوب منكم غير انه تشوفوا لو ما لكم مراء او نفس تشوفوا شغلوا الموبايل وحطوه على الطرف، وكتر الله خيركم. ونحن مثل هيك ناس، انا بالنسبة لي من قلب قلبي بتمنى ادعمهم. برجع بقلكم في ناس كتير بدق لي والله عنده مقطع واحد، يعني ما بدي نحكي اتفه من التفاهة، ما بدي اقول ازنخ من الزناخة كلمة عزيز، اتفه من التفاهة ويدقولي وان شاء الله دعمني، ما عندكم محتوى. هاي الإنسانة عندها 200 مقطع، فأنا بتمنى توقفوا جنب بنت بلدنا وتدعموها وتساعدوها، لأنه عن جد بتستاهل. شكرا كتير لكم وتحياتي للجميع، وأنا واثق أنه ما رح تخجلوني. السلام عليكم. السلام عليكم.